ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من القصه اللي فاتت. جايه النهارده وجايبه لكم قصه جميله جدا، واثقه ومتاكده انها تعجبكم. لكن قبل ما احكي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه. هاني سلمى بنت البواب، اللي بيشتغل عند عماد باشا صاحب شركات اليسر. هاني اول يوم رحت فيه السرايا كنت مبهورة بجمال السرايا، فضلت واقفة جنب بابا مبهورة لحد ما دخل الباشا من البوابة، ولقيت بابا بيقول لي: في ايه يا سلمى؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ مفيش حاجة يا حبيبي، انا كنت في الكلية وقلت اعدي عليك اشوفك، المهم انت كويس؟ اه زين، يلا امشي من هنا بسرعة عشان نجده ما ينفعش، انت ممكن تتسببي في قطع عيشي. ياه ليه؟ ده انا كنت جاية اشوفك مش اكتر يعني. ورحت مقربة منه وبوست راسه وقلت: حاجك عليا يا سيدي، انا همشي سلام. لقيت شاب بيقول ورايا: ايه ده يا عم محمد، انت ايه اللي بتعمله ده؟ لقيت بابا بيبصلي بحدة وبيقول: عاجبك كده؟ مش انا قلتلك مشي من هنا؟ الشاب بصلي من فوق لتحت وقال: انت مين بقى يا حلوة؟ حلوة ايه؟ انت بتكلم بنت اختك؟ انا سلمى بنت عم محمد، اوعى فهمك يروح لبعيد. امشي دلوق يا بنتي، انت كده بتسببي لي في اذى، احنا اسفين يا مروان بيه. عادي يا محمد ان بنتك تجيلك هنا، ما تصعبش الدنيا على نفسك. وانت في سنه كام يا حلوه؟ لا انا همشي بكرامتك ده بدل ما انزل من كرامتي مع حد، عن اذنك يابا. ولسه جاي يمشي كانت عربيه جايه تدخل السرايا، وقتها خبطتني وجعتني في الارض، بس كانت خبطه جامده. بابا جه عليا هو ومروان وقال: انت زينه يا بنتي، رجلي يابا فيها الم جامد. اه. نزل عمر ابن الباشا الكبير من عربيته وقرب مني وقال: مين دي؟ وايه اللي جابها قدام عربيتي؟ دي سلمى بنتي، كانت جايه هنا تسلم عليا وماشيه. هو احنا فاتحينها انك تجيب جرايبك هنا يا محمد يسلموا عليك؟ حاولت النجف وقلت له: طب اعتذر الاول انك خبطتني بعربيتك، ها انت عاوزاني انا اعتذر ليكي؟ هو انت واقفه اصلا قدام بيتنا؟ يعني انت اللي غلطانه مش انا، هو المفروض تعتذري. ها انا اعتذر عن ايه معلش؟ اه هو انا اللي خبطتك بعربيتي؟ انت بتكلميني كده ازاي؟ انت مجنونه؟ بصيت لبابا وهو بيزعج لي جامد وهو بيقول: اعتذري يا بنتي، لما ابقى غلطانه ابقى اعتذر، عن اذنك يابا. وسبت ابويا ومشيت خطوه وانا حاسه بألم. ومروان قال لعمر: هو انت مفيش عندك ذره رحمه يا عمر؟ انت اللي خبطتها على فكره، البنت مش عارفه تمشي. امشي يا مروان وقول لي عملت ايه في اللي قلت لك عليه. وقفت تاكسي وركبته ومشيت وانا حزينه قوي على نفسي، كان نفسي بابا هو اللي يجيب لي حاجي. دخلت الاوضه وقفلت الباب عليا. بعد شويه جه بابا البيت وخبط عليا، قمت فتحت له وانا عينيا ورمه من كتر العياط. انت مش عارفه اني بشتغل عند ناس منزوع منهم القلب، ايه اللي خلاكي تجري السرايا؟ كان نفسي اشوفها مش اكتر يابا. تشوفي ايه يا بنتي؟ تشوفي اننا قليلين قوي ومالناش حد غير ربنا. انا علمتك عشان تبقي حاجه كبيره يا سلمى، عشان خاطر انصفيني وعوضيني على اللي ما قدرتش اعملهولك. انا ما قدرتش اتجوز بعد موت امك عشان ما اجيبلكيش حد يشوف نفسه عليكي، انا اخترتك انت تكوني بنتي وسندي وكل دنيتي، وكل اللي بتمناه انك تبقي حاجه كبيره. ان شاء الله يابا انا هعوضك عن كل حاجه، بس عشان خاطر دموعك دي ما تنزلش تاني. يعني انت مش زعلانه مني؟ ولا عمرك اقدر ان ازعل منك يا حبيبي. وقتها بابا ابتسم واخدني في حضنه وقال: ربنا يخليك ليا يا بنتي ويخليك ليا يا حبيبي. بعد كام يوم كنت بقلب في الموبايل ولقيت ان شركه اليسر عايزه سكرتيره بمرتب مجزي، وقتها فكرت ان اروح اقدم لاني جريت انها هتبقى لرئيس مجلس الاداره يعني عماد بيه. رحت الشركه وانا مبهوره بجمالها وطلعت اقدم. البنت اللي هناك قالت لي: ادخلي للمدير جوه وهو يشوف طريقتك في الكلام واذا كنت تنفعي في الشغل ولا لا. دخلت المكتب ولقيته مديني ظهره وواقف في البلكونه، فضلت واقفه لحد ما تدور. وقتها قلت بصدمه: هو انت رئيس مجلس الاداره؟ انا خلاص مش عاوز اقدم، استني عندك. هو انا اذنت لك تمشي؟ لا هو انت ما اذنتش، بس انا مش عاوز اقف هنا، انا حره. مش انت بنت محمد البواب؟ ايوه طبعا. وليا الشرف؟ ليك الشرف ان ابوكي بواب؟ ايوه طبعا. مش بياكل لقمته من عرق جبينه وما بيشحتهاش من حد، يبقى خلاص حلال. هو انا في الحاله دي اتباهى بيه؟ هو انت جايه الشركه هنا مفكره انك هتجيب لي في الشغل كده على طول؟ يعني مش احنا عندنا مواصفات خاصه للي هتشتغل هنا في الشركه؟ انا بعتذر، انا فعلا ما عنديش اي حاجه من المواصفات اللي انت بتقول عليها دي، عن اذنك. هو سبته وخرجت بره. قابلت وقتها راجل كبير في السن بس مش قوي ولابس بدله شيك جدا، وقال لي: خير، انت كنت في مكتبي ليه؟ أنا كنت بقدم على الوظيفة بس ما نفعش خلاص. هو مين قال إنك ما تنفعيش؟ هو في حد في مكتبي؟ وقتها خرج عمر من المكتب وقال لأبوه: اتأخرت كده ليه يا عماد بيه؟ أنا بستناك من بدري في مكتبك. يعني مش مكتبك وبتقولي إن ما ينفعش أكون سكرتيرة عندك؟ طبعًا ما تنفعيش هنا. يلا يا شاطرة روحي العبي بعيد. في إيه يا عمر؟
انت بتتحدثك ده ليه معاها يا ولدي؟ ما يمكن تعجبني واختارها للشغل. هي بابا دي ما تنفعش، حضرتك محتاج واحدة برستيجها عالي زي رهف اللي كانت عندك دي. انت عارف ابوها مين؟ دي تبقى بنت محمد البواب بتاع السرايا بتاعتنا. اني اللي قلت تنفع ولا ما تنفعش؟ ويلا يا ولدي روح مكتبك. اني فعلا اللي جليت من نفسي اني جيت هنا هقدم على وظيفة وجيت امشي عماد به ندى وقال تعالي هنا يا شاطرة. لفيت وبصت له وقلت عارف لو ما كنتش حضرتك الباشا انا كنت رديت عليك، انا اسمي سلمى مش شاطره. طب تعالي. عمر بص لي باحتقار ومشي من جنبي. رحت وقفت قدام الباشا وقلت افندم حضرتك عاوز ايه؟ تعالي ادخلي معايا المكتب. دخلت المكتب معايا وراح قعد وانا وقفت قدام المكتب. وقتها قال لي انت معاكي شهادات ايه؟ بصراحه كده انا لسه بدرس في الكليه، لسه مخلصه امتحاناتي امبارح وقلت اشتغل بدل قعده البيت وكده. تمام، في كلية ايه وفي سنة كام؟ وطبعا مفيش اي خبرة. لا مفيش اي خبرة للأسف، واني رايحة بإذن الله سنة تالتة. اني ارتحت لي الجوي لانك قد مالك بنتي، وعشانك ده اني وافقت على شغلك هنا في الشركة. وقتها فرحت جوي، واما افتكرت عمر اتضايقت، بس قلت هي اكبر حاجة غزوا بيها هي اني اتقبلت غصب عنه. روحت البيت وفضلت استنى بابا لحد ما رجع وقلت له اني قدمت على الشغل في شركة اليسر، وعماد به وافق ان شهور الاجازة دول هاشتغلهم في الشركة. ليه كده تجلي من حالك يا بيتي؟ اقعدي في الدار واني هعمل لك كل اللي عاوزاه. انا نفسي اثبت نفسي، ارجوك يا حبيبي سيبني اشوف نفسي في الشغل بدل ما اني قاعده ليل نهار لوحدي في البيت. لا ليا ام اتكلم معاها ولا اخت، وانت يا دوبك بتيجي بالليل تنام عشان تروح الشغل تاني يوم. حاضر يا بيتي اعملي اللي انت عايزاه. وقتها حضنت بابا من الفرحه، وما كنتش مصدقه نفسي خالص انه هيوافق، وكنت خايفه منه انه يزعل مني عشان رحت من وراه. وتاني يوم رحت الشركه هو اني في كامل اناقتي، وقعدت على مكتب السكرتارية. لقيت عمر جاي عشان يمضي ورق من عند ابوه وقال لي الباشا موجود. ايوه بس مش فاضي، حضرتك ممكن تروح مكتبك تستناه على ما يخلص اللي في يده تدخله. والله هو المفروض اني استناه. لا ما هاني مش عاوزك تستناه هنا، انت بالذات انت الظاهر كده نسيتي نفسك يا بنت محمد البواب. اتنهدت بضيق وقلت له لا ما نسيتش، انت اللي شايف نفسك ومغرور، هو ان شاء الله هيجي اللي يكسر مناخيرك دي. دخل مروان ووقف قدامي وقال ايه ده معقولة انت؟ ازيك يا اللي هو انت اسمك ايه؟ سلمى. اسمي سلمى. انت المفروض ما يبداش اسمك كده، المفروض تبقي جمر جميلة حلويات مربى قشطات خفات استظرافات رخامات. بقولك ايه، ما تحترم نفسك شوية، انت هنا في شركة ابوك. هو انا قلت حاجة؟ المهم بقولك يا جمر، هو بابا جوا؟ ايوه جوا، اتفضل ادخل. ده انت بتستعبطي بقى، انا بقالي ساعه واقف استناه على اساس انه مش فاضي، واما جه الاستاذ دخلتيه على طول. اصل هو قال لي بابا، معناك ده ان الامر شخصي، هو ما قاليش الباشا. لا ده انت بني ادمه لا تطاقي، مش عارف بابا شغالك هنا ازاي. وسابني ودخل جوه المكتب. فكك منه، هو بني ادم سجيل قوي وشايف نفسه قوي، اما انا فلا، انا ايزي خالص واعجبك. امشي من قدامي لحسن اقول للباشا اللي انت بتقوله ده. يلا انت حره. هو سابني ودخل ورا اخوه، وانا فضلت راجع على الكمبيوتر اللي الباشا قال لي عليه. هو رتبت مواعيد العملاء، فجاه لقيت عمر خرج وهو بيبص لي بجرف. هو مشي من قدامي ومروان خرج بعدها وهو بيبص لي باعجاب. وقتها ما عبرتوش لحد ما مشي من قدامي. بعدها بكام يوم لقيت عمر دخل على طول على مكتب ابوه من غير ما يستاذني. وقتها دخلت ورا وقلت له هو حضرتك مش شايفني قاعده بره؟ مش المفروض تستاذني قبل ما تدخل للباشا؟ خلاص يا سلمى حصل خير. بقول لك ايه يا سلمى، تعرفي تتكلمي انجليزي؟ ايوه طبعا، انا معايا كام لغه، كنت بزهق من قعدتي في البيت لوحدي وكنت بروح اخد كورس واتعلم اي لغه تيجي على بالي. دي هتحكي لنا قصه حياتها. بس يا عمر عيبك ده، المهم خلينا في موضوعنا. بصي يا بنتي، انا محتاجك تروحي مع عمر ولدي للمجموعه الاجانب وتتكلمي معاهم عن موضوع الشغل الجديد اللي ما بيننا والترجيم لعمر حديثهم. بس اولا البنت دي ما تنفعش، لازما واحده بنت ناسك دي تبقى قاعده معايا واجهه للشركه. تاني حاجه اللغه مش انجليزي يا بابا، ماني بعرف اتكلم انجليزي. الشراكه اللي هتبقى بين شركتنا وبين الشركه التانيه يا بابا في روسيا، يعني المفروض انهم بيتكلموا روسي. بعرف روسي كويس قوي، وان كان على الشكل فاني جمر يا بابا. روح بص لنفسك انت في المرايه، انت اللي بدات الاول يا ولدي. المهم حاولي تجهزي عشان تروحي معاه. اروح فين وميتا؟ بالليل يا بنتي، هيبقى في كافيه على النيل. تمام ماشي، انا هروح عشان الحق اجهز. تجهزي ايه؟ برضك هتخلي شكل الشركه وحش قدام الاجانب. خلاص مش هروح في مكان. عمر لو سمحت اسكت بقى وروح يلا جهز انت كمان عشان ما تتاخروش على ميعاد الناس.
خرجت من الشركة ورحت اشتريت فستان اسود رقيق، ورحت على البيت لبست الفستان، كنت حاسة انه ضيق شوية بس قلت هليلة، وحطيت الميك اب وقتها لقيت موبايلي بيرن من رقم غريب. رديت وقلت ايوة، انا واقف ملطوع قدام بيتك بقالي 5 دقايق، مش هتخرجي بقى عشان نروح الميعاد؟ تمام، انا خرجلك حالا اهو. لبست الشوز، كنت جايبه كعب عالي، وخرجت برا البيت وقفت قدام العربية وقلت الباب ما بيفتحش. ايه ده، هو انتي؟ فتح الباب، دخلت وقتها ركبت جنبه وقلت انا ما تاخرتش على فكره، ايه الجرف اللي حطها على شفايفك ده؟ حد يحط روج احمر وكمان لابسه اسود في اسود ليه؟ رايحه عازه؟ مالكش دعوه لو سمحت، ممكن ما تتكلمش معايا خالص لحد ما المجابله دي تخلص، هي بقى احسن. رحنا المكان ونزلت من العربيه ودخلت على جوه، لقيته جاي ورايا بيقول انت رايحه فين؟ دخلك ده وكانك عارفه الناس يعني. اللهم طولك يا روح، فين الناس يا عمر بيه؟ هما لسه ما جوش، انا كنت قاصد اننا نروح قبلهم عشان احنا اللي نقابلهم. يلا اقعدي. قعدت وقتها وفضلت العب بالموبايل، ما عبرتوش وهو قاعد لحد ما لقيته شد الموبايل مني وقال الناس جت، قومي يلا عشان تستقبليهم. قمت ووقفت معاه واستقبلت الناس، كانوا راجلين وبنت. كانت تجربة نجده، هي بنت صاحب الشركة، كان باين عليها جوي انها بنت ناس. المهم واني بترجم الكلام، وقتها عمر قال لي اسأليها كده هي مرتبطة؟ بصيت له باستغراب وقلت ايه اللي دخل الارتباط في الشغل؟ اصلي اول مرة اشوف بنات حلوة كده. حلوة؟ ما هي حاطة نفس درجة الروج بتاعي، ده فرق ايه عن ده؟ ايوه في فرق طبعا، انتي حاجة وهي حاجة تانية خالص. ماشي شكرا. وسألتها عن حياتها وقلت له بتقول لك انها مرتبطة وان اللي جنبها ده جوزها. تمام. ببص لقيت مروان في وشي هو واصحابه، بص علينا وجه وقف قدام عمر وقال ايه ده يا عمر، انت ميتنج هنا ولا ايه؟ ايوه. يلا روح لاصحابك يا مروان. مروان مشي بس كان قاعد بعيد عننا وكانت عينيه علينا، وبعد ما خلصنا كلام مع المجموعه الاجانب مشيوا. واضح ان دماغك نظيفه لدرجه انك متمكنه من اللغه، ممكن تقولي لي بقى انت كنت بتقولي ايه للي كان قاعد في الوش الابيض ده؟ كان بيعرض عليا ان اشتغل معهم في شركتهم. وانت قلتي ايه؟ مالكش فيه، عن اذنك. وقمت مشيت وسبت، واني ماشيه لقيت مروان جه ورايا بسرعه لحد ما قال استني بس. وقفت وقلت له نعم، في ايه؟ هو انت بتكلميني بحدك ده ليه؟ هو انا عملتلك حاجه عشان تعمليني كده؟ انت عاوز مني ايه؟ مش عاوز منك حاجه، بس كنت عاوز اقولك انك حلوه قوي النهارده، هو لون الروج يجنن على شفايفك، عاملين زي الكريز اللي عاوز يتقطف. ما تحترم نفسك بقى، هو انت مغروره كده ليه؟ وشايفه نفسك قوي عليا؟ انت نسيتي انت بنت مين؟ لا فاكره، وفاكره حلو قوي، انا بنت محمد البواب اللي البلد دي كلها بتشهد له في اخلاقه. تعالي اقعدي معايا وانا هسيب اصحابي كلهم واجي اقعد معاك لوحدك. لا ده انت اتجننت على الاخر. ولسه جاي يمشي شدني من دراعي وقال يلا معايا زي ما قلت. رحت ضربته بكل قوتي بالقلم على وشه، لقيته مسك. وقتها عمر بعده عني وقال انت اتجننت يا مروان، ازاي تعمل معاها كده؟ هو حرام ليك انها تقعد معاك وحرام عليا، احنا كنا قاعدين في شغل، ماني عاوزها تقعد معايا في شغل. ما هي بصراحه كده شكلها مش مظبوط، شوف لابسه ايه، هو ولا الروج اللي هي حطاه، انا مش عارف لازمتها ايه، جايه تعمل شيخه علينا. انا مش هرد عليك بنفس ردك، عارف ليه؟ لان العيبه ما تجي من اهل العيبه ما تبقاش عيبه. انا صحيح بنت بواب، بس شفت منه الاخلاق والادب والاحترام، الدور والباقي على الاغنية اللي عماله تغلط فيا على اساس اني كلت ورثه، والتاني اللي عاوز يقعد معايا عشان يبين لاصحابه ان راجل البنات كلها هتموت عليه. جات كل جرف انتوا الاتنين، ملعون ابو الشغل اللي يجي من ناحيتكم. وسبتهم وخرجت، وقفت تاكسي وركبته ورحت على البيت. كان بابا لسه مرجعش من الشغل، رحت رايحه واقفه قدام المرايه وانا بعيط، وفضلت ابص على شكلي والدموع بتجري من عيني. وغيرت الفستان ولبست بجامه، ومسكت الفستان قعدت اقطع فيه بالمقص واني منهاره لحد ما سمعت الباب بيخبط. رحت فتحت الباب لقيت عمر في وشي بيقول الجماعه الاجانب عاوزين يقولوا لي حاجه وانا مش فاهمها، ممكن تترجمها لي؟ بصيت له واخدت منه الموبايل وقلت له بصوت مخنوق بيقول لك ان اليوم كان جميل وانهم رايحين بكره شرم الشيخ وعاوزين البنت اللي كانت معاهم. لا بيقولوا كده بس، انت بتعيطي ليه؟ مش انت غلطتي فيه واخدتي حاجه قدام اصحابه؟ عشان انا مش زي ما هو قال. لقيته طلع منديل من جيبه ومسح الروج من على شفايفي وقال اكده شكلك احلى. بصيت له بصدمه لقيت بابا وراه بيقول هو فيه ايه؟ وقتها توترت وقلت اصل الباشا يعني هو اصل انت واقف هنا ليه يا بيه؟ وانت واقفه كده ليه؟ وقتها حطيت يدي على راسي وقلت بصدمه مفيش حاجه والله يابا، انت فهمت غلط. ما فهمتش غلط يا محمد. بابا بص لي بدموع وقال حاطط يدك على شفايف بنتي في نص الليل وبتقول لي ما فهمتش غلط؟ روح يا بيه الله يخليك من هنا،
عشان اني معرفتش ارب بيتي. وقتها دخل بابا وهو بيبصلي بحدة وقفل باب الشقة في وش عمر وجرب مني وقال ليه كده يا بيتي ليه؟ انت عارف انا ما برضاش ليها خليك تجي للشغل عشان انا عارف حقيقة كل اللي في السرايا وعارف ايه اخلاقهم. تقومي تلفي وتدوري لحد ما تروحي تشتغلي عنديهم وفي الاخر اشوف اللي شفته ده. والله حضرتك فاهم غلط. كل الحكاية ان كنت في اجتماع اللي كلمتك عليه وبعد ما روحت اتخانقت مع الاستاذ عمر وجيت هنيه لوحدي. بعدها سمعت الباب بيخبط والله فكرتك انت وفتحت الباب لقيته بيقول لي ان شكلي ما كانش حلو بالروج ومسحولي. بس ده اللي حصل. اما انا والله سلمى بيتك اللي انت ربيتها على الصح والغلط ووعدك اني خلاص ما عدتش اروح الشركة دي تاني خلاص. ابويا وقتها عنيدا ميت وقال اني ماليش غيرك يا بنتي خاف عليه ارجوكي حافظي على نفسي عشان عاوز راسي دايما مرفوعه لفوق مش عاوز حاجه منك انت تنزل راسي في يوم. ما تخافش يا حبيبي اني بنتك وتربيتك ووعدك اني هعمل اللي انت عاوزه. بس تاني يوم ما رحتش الشغل ومن كتر المكالمات اللي جاتلي قفلت الموبايل. وفي نفس اليوم بالليل لقيت الباب بيخبط. وقتها رحت ورا الباب وقلت مين؟ افتحي يا سلمى معايا ضيوف. رحت فتحت الباب لقيت بابا ومعه عمر. وقتها لقيت بابا بيرحب بيه وبيقول لي هاتي ساجع بسرعة يا سلمى. رحت جبت الساجع وحطيته على الترابيزة وقلت في حاجة تانية يا بابا؟ اقعد يا سلمى انا جاي علشاني. عشاني ازاي يعني؟ اقعد يا بيتي. قعدت وبصيت لعمر وهو بيقول انا كلمت محمد وقلت له انه عاوزك تيجي معايا سفرية شرم عشان الشغل وانك هتكوني في حمايتي وهو وافق. هتعملي انت ايه؟ واني مش موافقة انا ما قلتش عاوز اشتغل خلاص. بس انا محتاجك عشان تترجمي لي الشغل بتاعي واني جاي هنيه بامر من عماد بيه. روحي يا بيتي وخلي بالك على حالك كيف ما قلتلك. هو عمر بيه وعدني انه هيحافظ عليك زي ملك هانم. تمام يا بابا. طب اجهزي يلا عشان احنا مسافرين حالا بالعربية بتاعتي. هنسافر من بني سويف لشرم بعربيتك؟ ما تخافيش انا عربيتي جبل وتستحمل ما تقولش لا. ربنا يستر. انا هدخل عشان اجهز. دخلت غيرت هدومي ولقيت بابا دخل وقال لي خلي بالك من نفسك يا سلمى اوعي تأمني المخلوق في الدنيا دي فاهمه؟ ما تخافش يا حبيبي. خرجت بره ونزلت ركبت مع عمر واحنا في الطريق بمجرد ما جربنا من الصحراء العربيه فصلت بنزين. يعني انت جايبنا من الصعيد لهنا هو مش عامل حسابك في بنزين زياده عشان الطريق؟ ما كنتش عارف انها تحتاج كتير كده. اسكتي بقى اما نشوف حد يجي يجيب لنا بنزين. حد مين اللي يجي في وقت زي ده؟ ده احنا الفجر لسه مأذن من نص ساعه. مين اللي هيبقى صاحي دلوق ويجي المسافه دي كلها؟ حد تبعي. خلاص اسكتي بقى. بصيت له بغضب وقلت انت بتزعجلي ليه؟ انت فاكر انك هتشوف نفسك عليا هنا؟ انت هنا زيك زيي مفيش بينا اسياد ولا القاب ولو جه علينا ثعلب ولا ديب واكلنا مش هيفرق ما بيننا. لا طبعا هيفرق انت بنت وانا راجل والحاجات اللي بتقولي عليها دي بتخاف من الرجاله. خلصنا من موضوع بيت البواب والبيه دخلنا في موضوع بيت وولد. على فكره انا مفيش حاجه تستجر تيجي جنبي. ليه بقى بتخوفي؟ تحب تشوف؟ فجاه سمعت صوت زي ما يكون يا كلب يا ديب بس زي ما يكون جه في وقتها. رحت صرخه جامد وقلت له احنا هنتاكل ربنا يسامحك انا هموت. ضحك بصوت عالي وقال هنموت ايه؟ مش كنت عامله فيها بطله من لحظات؟ ايه البطوله دي راحت فين؟ انا داخل اقعد في العربيه لحد ما الدنيا تنور خليك انت في الضلمه ايكش ياكلوك يا بعيد. دخل وقعد جنبي في العربيه وقال شكلهم هيتاخروا علينا انا هموت وانام. طب ما تنامي ارجع لك الكرسي لورا عشان تنامي. وقتها جلكت منه لانه مش طبعا انه يبقى رجيجك ده. قلت له لا مش هنام انا هلعب على الموبايل عشان افوق. فضلت العب في الموبايل لحد ما رحت في النوم من غير ما احس وبعد شويه فقت على رنه الموبايل لقيته مرجع الكرسي ورا وكان بيبص عليا. وقتها اتحرجت وقلت له هو انت رجعت الكرسي ليه؟ كنت نمتي فقلت اسيبك ترتاحي. على العموم هما خلاص جربوا مننا المهم ردي على باباكي. مسكت الموبايل ورديت على بابا طمنته عليا وبصيت على عمر لقيته رجع الكرسي لورا ومغمض عينيه وقلت له هو انت هتنام؟ ايوه حاسس اني مصدع قوي هريح شويه على ما يكون وسط. لا بلاش تنام بالله عليك انا خايفه معلش. لا ما تخافيش خلاص انا هنزل اشرب سيجاره عشان افوق. طب ما تشربها هنا بدل ما حاجه كده ولا كده تهجم علينا. ما ينفعش انا فاتح تكييف العربيه. تمام ماشي. بعد شويه جت عربيه ومعاها بنزين فولت العربيه ومشينا ورحنا الاوتيل اللي هو حجز فيه وطلعت الاوضه اللي حجزها لي. دخلت نمت على طول وبعد شويه كلمني وقال يلا جهزي عشان هننزل نقابل الناس. تمام انا هقوم اجهز اهو. قمت وغيرت هدومي من الهدوم اللي كانت في الشنطه اللي جبتها معايا
وخرجت لقيته واقف بره بيتكلم في الموبايل، وبعد ما خلص قلت له أنا خلصت، لقيته بيبص لي بغضب وقال هو أنت برضك حطيتي من الرجل القرف ده؟ يوه أنا حرة، هو أنا ينفع أقول لك أنت لابسك ده ليه؟ لقيته طلع منديل وجرب من شفايفي ولسه جاي مسحها، بعدت وقلت له ما تتعداش حدودك معايا، طب خدي المنديل امسحيه أنت، مش مسحة حاجة، أنا هنزل لوحدي. لقيته شد يدي مرة واحدة وجربني ليه وقام مسح الرج بالمنديل. وقتها انا بصيت له بصدمه، لقيته بص لي بصه غريبه، وقتها حسيت ان قلبي بيدق بسرعه، بقيت مش عارفه اعمل ايه لحد ما سمعت الموبايل بيرن. وقتها فكت بسرعه ورديت على بابا طمنته عليا، وبعد ما خلصت مكالمه لقيت عمر بيقول باباك شكله بيحب الجوي، طبعا مش بنته الوحيده واثقه في نفس الجوي، لا كله الا بابا، ده الحاجه الوحيده اللي بحبها في الدنيا دي، انا ما فتحت عينيا ما لقيتش حد غيره هو كل حياتي. يا بخت، عجدت حواجبي وبصيت له باستغراب وكملت ماشي معاه لحد ما وصلنا للناس وسلمنا عليهم. لقيت واحد من الراجلين وانا بسلم عليه وطى بس يدي وقال له انه معجب بيا، حركت راسي وانا مكسوفه وكملت ترجمه لحد ما خلصنا. وقتها الشاب طلب مني ان اطلع معاه غرفته، وقتها ما عرفتش ارد عليه ومشيت مع عمر. هو كان بيقول لك ايه؟ مفيش، كان بيتشكر فيك قوي، ويا ترى هتطلع له على الاوضه على الساعه كام؟ طالما انت بتعرف روسي كويس ليه جبتني معاك؟ ردي عليا، انت ليه خليتيه بص؟ قطعته بحده وقلت انا ما رضيتش اعمل لك مشاكل في شغلك وعديت اللي حصل، هتخليني افكر في كلام مروان. بصيت له بغضب وقلت انت سافل انت واخوك وطز فيكم انتوا الاثنين، وسبته وطلعت بسرعه فوق على اوضتي واخدت شنطه هدومي، وجاي يخرج من الاوضه لقيته بيقول لي انت رايحه فين؟ ما يخصكش، اروح مطرح ما اروح، انا حره، ابعد عن طريقي لو سمحت. سلمى، ما ينفعش اللي بتعمليه ده، مالكش دعوه بيا، قلت هو ما تجيبش اسمي تاني على لسانك. وسبته ونزلت، فضلت ماشيه وهو ماشي ورايا لحد ما لقيته شد يدي فتح باب العربيه ودخلني جواها وقفل الباب، حاولت افتحه ما عرفتش، لقيته ركب جنبي وساق العربيه وقلت له انت موديني فين؟ هنروح على البحر شويه نغير جو. بحر مين اللي اروحه معاك؟ انا مش طايقاك اصلا. اصلا؟ لا ده انت بارد بقى، ما تحترمي نفسك بقى، لو سمحت وقف بالعربيه. وقف بالعربيه وقال اتفضلي انزلي. نزلت من العربيه وفضلت اجري وانا بعيط لحد ما وصلت للبحر، ونزلت قعدت على الشاطئ وانا بعيط وحضنت رجلي بيدي. لقيته جه قاعد جنبي وبيديني منديل وبيقول خدي مساحي دموعي، انت عاوز ايه تاني؟ ما انا سبتك اهو مش عارف في ايه، كل ما ببعد عنك فجاه بلاقي نفسك ده، عاوز ابقى جنبك زي ما تكوني سحرالي. لا اطمن انا ما بعملش سحر لحد، قوم امشي بقى، تعرفي ان شكلك حلو قوي وانت بتعيطي؟ هو انت كده على طول نكديه؟ يعني انا شكلي وحش بالروج وشكلي حلو وانا بعيط؟ انت انسان مريض، انا بحبك يا سلمى. وقتها حسيت بهبه رهيبه في قلبي وفضلت مبرجه وانا ببص له مستغربه الكلمه ومش عارفه ارد. في ايه؟ انت عملت كده ليه؟ بابا اكيد اتصل عليا، زمانه قلق عليا، بقول لك بحب، وعلى فكره انا مش حابب حد يشوفك بالروج ده، اعذريني بقى صعيدي وبغير جوي اللي بحبها بعد كل الاهانات اللي اهنتها لي وتجليلك ليا ومعايرتي بان بنت البواب يا باشا. هي يمكن ربنا زرع في قلبي الحب ليكي عشان ما عدتش اجل من حد. انا عاوز اروح، على فكره انا طلبت يدك من ابوك قبل ما نيجي هنا وهو وافق، بس قلت له انه مش عاوز يعرفك حاجه، عاوز اشوف وشك انت وانا بقول لك كده، اول مره بابا يخبي عني حاجه، المهم ممكن ترجعني البلد وبعد كده نبقى نشوف الموضوع ده. قام وقف ومد يده ليا عشان امسك يده، وقتها ما رضيتش امسك يده ووقفت لوحدي، لقيته رجع يده ومشي، واني مشيت وراه لحد ما رحنا العربيه وركبت معاه ورحنا في طريقنا للبلد واحنا ساكتين لحد ما قطعت السكات ده وقلت انا جعانه قوي. لقيته جاب شنطه من وراه وقال لي انا جايب لك الحاجات دي كلها، خدي كلي براحتك. طلعت شوكولاته وفتحت الكيس وقطمت قطمه، لقيته شدها من يدي وكملها، وقتها اتحرشت وسبت الشنطه. قال لي ايه زعلت اني اكلت من وراكي؟ لا عاوز اغمض عيني وافتحها الاقيني قدام بابا في البيت. رجع الكرسي لورا وقال نامي براحتك، اعدل الكرسي لو سمحتك ده ما ينفعش، هي اخواتي على الاحترام والادب. سكت وبصيت على الطريق جنبي لحد ما نمت، وبعد ما وصلت البيت نزلت من العربيه. وقتها قال سلمى استني، في ايه؟ هتوحشيني قوي. سبته ومشيت بشنطتي ودخلت البيت، وطبعا لقيت بابا في البيت وقلت له كل اللي حصل. وتاني يوم جه هو وبابا واخوه وطلب يدي واتجوزته على طول، وانا حاليا عايشه معاه اسعد ايام حياتي. ولحد هنا خلصت قصتنا، واتمنى تكون عجبتكم، واستنوني في قصص تانية كتير. دمتم في امان الله.